شو اللي حذفتيه من حياتك؟ كثرة الأصحاب. برافو. قلت الدائرة طبعاً. بكل ما نكبر نحس إن إحنا قاعدين نقط من الحمل اللي موجود على القارب علشان ما شو السبب؟ اكتفيت باللي اللي موجودين عندي. يعني هسه أنا أبدأ أسألك أنتي سؤال. أنتي هسه بهاي المرحلة من العمر، بهاي المرحلة من الحياة اللي تعبنا بيها ووصلنا واشتغلنا ومش إلك خلق تتعرفين على أحد من جديد وتعلمي على طبيعتك ومزاجيتك وشخصيتك وتحكي له صراحة ما خلاص تعلمت إن ما أعطي خصوصياتي لأحد. قديمك نديمك، خليك على قديمك.